أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذه الكلمة أماني وآمال عند توديع عام هجري واستقبال آخر. معشر السادة والسيدات، في هذه الأيام نودع عام 1444 للهجرة، ونستقبل عام 1445 للهجرة. نودع عاما ونستقبل آخر، فما دلالات ذلك؟ الدلالة الأولى والمهمة أن الإنسان يحضر في هذا الأسبوع توديع العام واستقبال العام الجديد، ولكنه سيأتي عليه يوم قد يكون من ضمن المودعين للعام الراحل، ولكنه ليس من ضمن المستقبلين للعام المقبل. وقد يأتي عليه يوم لن يكون لا من ضمن المودعين ولا من ضمن المستقبلين، فنحن راحلون إلى الله، وعلينا أن نتخذ لذلك أهبته وأن نكون على استعداد باستمرار. الدلالة الثانية أن الناس اعتادوا أن يسقطوا عيوبهم وتقصيرهم على السنوات، ويجب أن نعلم يقينا أن العام محايد، علينا أن لا نحمله ما لا يحتمل، ومجرد زمن يصرف فيه قضاء الله وقدره. الدلالة الثالثة أن العام المودع كزمن تقلبنا فيه في نعم الله التي غمرتنا على مختلف الأصعدة، فلله الحمد على نعمائه، وله الشكر على آلائه المتوالية والدائمة. ولكن في نفس الوقت عشنا فيه مآسي كثيرة تعلقت في بلدنا وفي مختلف بلاد العالم كذلك، بالأوبئة والأمراض المختلفة والمتنوعة والمتجددة، نسأل الله السلامة والعافية. عانينا فيه من قلة الغيث، مما جعلنا في بلادنا نعاني من أزمة الماء لدرجة لم يسبق لها مثيل. عانينا فيه من التضخم والغلاء الفاحش لمختلف السلع والخدمات والحاجيات، ولكن ترى ما السبب من هذه المعاناة وما السبب فيها؟ من جهة
هذا قضاء الله وقدره، وقدر الله يتصرف كما تقول الناس. ونحن لا نعترض على ما قضاه الله وقدره، ولكن من ناحية ثانية معشر الإخوة والأخوات، يجب أن نعترف أننا السبب في كثير مما يحدث. وصدق الله العظيم، قل هو من عند أنفسكم، تقصيرنا يتجلى في أكثر من مجال. المجال الأول، تقصيرنا جميعا بدون استثناء فيما يراد منا، فالله عز وجل خلق فسوى ووجه وألهم، ولكننا لم نكن في مستوى هذا الكرم الإلهي، فنحن جد مقصرين. الجانب الثاني، ما فعله السفهاء منا خصوصا، ويجب أن نحاسب أنفسنا جميعا على مستوى الأفراد بدون استثناء، فكلنا مقصرون. ولكن من الناحية الثانية، يجب أن نقف عند أو ضد طوائف من الفاسدين والمفسدين الذين جروا علينا غضب الله وسخطه. وأنتم تعرفون عمن أتحدث، فالكثيرون من الناس أصبحوا يواجهون الله سبحانه وتعالى بأقبح المعاصي ومختلف ألوان الجحود، ويدقون بابه سبحانه على سخطه وغضبه، أحيانا بالدعوة إلى المساواة في الميراث، وأحيانا بمناصرة وفرض الشذوذ الجنسي، وأحيانا عن طريق ما يسمى بالعلاقات الرضائية، إلى غير ذلك من مشاكل ومآسي ستهلكنا إن لم يتداركنا الله تعالى بتوبته ورحمته. جانب آخر يتعلق بالمسؤولين الذين لم يحسنوا العمل، أو البعض من المسؤولين، حتى لا أعمم، الذين لم يحسنوا العمل فيما كلفوا به، فأصبح الناس يعيشون في ضنك من العيش، وبلادنا بلاد الخيرات، أرض معطاء، سواعد قوية، ولكن للأسف الشديد لا يسخر ذلك دائما في مصلحة المواطنين. ويحضرني هنا أبيات لحافظ إبراهيم، طالما استشهدت بها، قالها في بداية القرن الماضي عندما اشتدت الأزمة الاقتصادية بمصر، فقال: أيها المصلحون، ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القيامة، عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا جساما،
وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام ويخال الرغيف في العيد بدرا ويظن اللحوم لحما حراما. المستوى الثالث لهذا التقصير هو تقصيرنا على مستوى القيم، فقيمنا التي تربينا عليها والتي ضللنا وبتنا نحرسها باستمرار أصبحت تعاني من الخطر. ويتحدثون عن قيمنا الدينية الراسخة وقيمنا الوطنية المرتبطة بالوطنية الصادقة التي تحب الوطن وتضحي من أجله. ولا أتحدث هنا عن الذين يعتبرون الوطن مجرد بقرة حلوب يعني ترضع وتحلب. ثالثا القيم الإنسانية كما أرادها الله سبحانه وتعالى لنا وهو سيد المخلوقات. الإنسان جعله الله تعالى سيد المخلوقات وكلفه بأن يملأ الأرض خيرا، أن يعمرها لا أن يخربها، وسيأتي يوم يقف فيه الجميع بين يدي الله. وصدق الله العظيم وقفوهم إنهم مسؤولون. رابعا عشر السادة والسيدات، أملنا أخيرا أن العام الجديد يحمل بشريات، والأمل أساسي في الحياة، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ولكن الأماني والآمال يجب أن تكون مع العمل ومع التخطيط ومع الاستعداد ومع الإنجاز. فالأماني والآمال بدون الفعل لا تساوي شيئا. وصدق الحكيم عندما يقول الأماني بضائع النوكى والنوكى هم الحمقى الذين يتمنون ما لا يستحقون وما لا يعملون من أجله. وفي الأخير ونحن نودع عاما ونستقبل آخر، نسأل الله تعالى من كل قلوبنا أن يهدينا وأن يسددنا وأن يوفقنا، وما ذلك عليه بعزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.